بعد أشهر قليلة من الآن سيتجسد هذا المشروع الاستراتيجي بولاية خنشلة، مشروع السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضة على مسافة 51 كيلومتر، يشهد تقدما في الأشغال بعد تجاوز جميع العراقيل. مشروع السكة الحديدية اللي يعتبر مشروع كبير، وين راح يربط ولاية خنشلة بشبكة السكك الحديدية الوطنية بمدينة عين البيضاء، راح يسهل تنقل المواطنين كذلك لباقي الولايات التي ستوضع في البرنامج. رئيس الجمهورية الذي أعطى عناية كاملة لولاية خنشلة في عدة مشاريع تنموية. السكة الحديدية أين ستعرف خنشلة مجالا اقتصاديا وتوسع اقتصادي سريع جدا. وحسب ما أكده ولي ولاية خنشلة أن مشروع خط السكة الحديدية سيسلم مع نهاية الثلاثي الأول لسنة 2024 بنسبة أشغال وصلت إلى 80%. نسبة التقدم وصلت إلى 80%، وإن شاء الله والحمد لله كل إمكانيات سخرت لهذا المشروع اللي يسمى مشروع القرن، واللي سطرنا له هدف هو الاستلام في الثلاثي الأول من سنة 2024، والحمد لله التحدي اللي رفعناه رانا نجسدوا فيه. قلصنا مدة الإنجاز بحوالي 3 شهور، نهاية الثلاثي الأول إن شاء الله هذه السكة الحديدية ستدخل حيز الخدمة إن شاء الله. مشروع ضخم وواعد من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية والتجارية بالولاية، وكذا فتح مناصب عمل لشباب المنطقة.